دونك واش صرا؟ على الفيو اللي كان حيزوجوك. على الشيخ اللي كان حيزوجوك به. شيخ الشيخ هذاك يخدم شؤون دينيه. قال لهم انا ما نقبلش خادمه. قال لهم انا بغيت مراه حلالي. انت رحتي تخدمي عنده في الدار؟ جاو عند بابا. في العوام الاولى. قال لهم بغيت مراه تقرا لي قران وتكون الحلال تاعي، تكون مرتي. داكور. خممت انا في الدار. قلت مادام عنده الدار وذاك، وقلت لهم يقبل الاولاد، قالوا لي يقبل. من بعد جاء ابنه من الخارج. ابنه عنده 60 سنه. كي شاف لا دات تاع الميلاد تاعي كان عمري 33 سنه. قال لهم ما نقبلوش. قالوا بغينا وحده من 40 45. قال لهم صغيره. بعد تم وعقابوا سما الناس اللي يعرفوه، قالوا راه مهما كان هي صغيره بصح ماهيش تاع دخلات وخرجات، راهي تقعد في الدار ماهيش حتخرج. وافق بصح قالوا عندي شرط. قالوا دز زوج ولاد تخليهم وتحكم زوج. يقسموهم. تسمى نقسموهم نورمال. ما قبلتش. كيفاش هذا الانسان قدر يخمم باللي قادره تقبل ديجا؟ خاطش القلوب تفات. شيخ كبير ما يبان لي موش هو خاطي بنو. قال لي بابا مقررتي ما تقبليش، ما كنتش حتبعثي له. قلت له مش حنبعث. قال لي تحملي مسؤوليه. قلت له هي. قال لي خرجي. نتحمل المسؤوليه. قلتها هكاك ما فهمتهاش هذاك الساعه، ما نعرفش المسؤوليه. اول خطره ما لا فهمتيها دوك المسؤوليه. على بالي بلي فهمتيها.